أسماء الله الحسنى صعب. أنا اشتغلت عليها يعني 20 دقيقة، اشتغلت عليها بفكرة إنه الواحد لازم يقعد لها ويركز مع كل اسم، لأنه كل اسم ده طاقة، كل اسم صلاة، يعني هو تسبيح. مش هينفع كده تتغنى وخلاص، بس في مثلا حتة في النص كده عشان أعدي للحتة اللي هي كلمة كلمة، اسم اسم، بتقول هو الله الذي لا إله إلا هو، 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 هو الله هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو، الله الذي لا إله إلا هو، هو الله هو الله هو الله هو الله. هو بتغنى كده بالله، باسم الله وكله، وبعدين بروح الحتة تانية اللي هي كلمة اسم اسم يتقال ونركز معاه. والفيديو طبعا أخد وقت كتير قبل رمضان، الحمد لله كان حلم حياتي أغني أسماء الله الحسنى، وطلعتها بالطريقة اللي أنا راضي عنها الحمد الحمد لله. لله، يعني طلعت في احلى صورها وفي احلى ومن احلى الـ الاصوات اللي غنت اسماء الله الحسنى.